ابنتنا إفدوكيا، من الجميل رؤيتك مجددا. أنت بخير؟ أجل بخير يا عمه، استضفت بشكل جيد. كنت محقا في كلامك عن الأتراك. لنوقع الاتفاق وفورا. كما تريد. سيدي، هل أنت بخير سيدي؟ سيدي 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 سيدي، هل أنت بخير؟ سيدي سيدي، قل شيئا. سيدي ما الأمر؟ سيدي أرجوك يا سيدي، تماسك. سيدي سيدي، هل أنت بخير؟ هل أنت بخير البارسلان؟ سيدي ما بك؟ سيدي ما بك؟ سيدي سيدي، تكلم سيدي، تكلم أرجوك. سيدي سيدي سيدي، هل أنت بخير؟ اصمد أرجوك، أرجوك تماسك. هل يعقل هذا؟ هيا تنفس، أنت بخير سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب الحاكم. عمّا عمّا، ما بك يا عمّا؟ أيها الحاكم، هل أنت بخير؟ عمّا ما بك؟ لا أستطيع التنفس جنرال. عمّا ساعدوني أرجوكم. عمّا خذي القليل فقط من السم كي لا نلفت انتباهه، وخذي الترياق كلها، وضعي ماء بدلا عنه. إن نجحت فلن يسري السم في جسد ألب أرسلان. لا يا الباغوت، وصلوا. هل تم الأمر؟
لقد أصبحت الأرض التي دفنت بها يا أمي أرضا تركية، والوغد القاتل الذي فرقنا اقتربت نهايته، فلتطمئن روحك. ساعدوني أرجوكم. أما الترياق اشرب. أما ما الأمر؟ ألم ينفع الترياق؟ هذا مجرد ماء. أما أرجوك تماسك. هل تبحث عن هذا؟ سيدعوك كيكاومينوس غدا إلى تناول الطعام والتفاوض، وسيطلب سهاما وخيولا لن تستطيع تقديمها له دون تلقيك للدعم. سيضع لك السم في الطعام ويطلب استعادة المقر مقابل الترياق. إن لم أستطع إعطائك الترياق عند دخولك القلعة فلا تأكل شيئا. الترياق أرجوك. أما أما الآن فإما أن تقبل بكل شروطه أو تجتمع بابن كيانز في الدار الآخرة. حاكم كيكاومينوس.